subject. شارك رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي في مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا في كنيسة ويستمنستر في لندن. وكان رئيس مجلس الوزراء قد شارك في حفل الاستقبال الذي أقامه الملك تشارلز الثالث بالأمس بقصر باكنغهام لرؤساء الدول والحكومات والوفود المشاركين في مراسم التتويج. وعلى هامش المشاركة في حفل الاستقبال التقى مدبولي عددا من رؤساء الحكومات والوفود المشاركين في مراسم التتويج، حيث تطرق الحديث إلى تطورات الوضع في السودان الشقيق. وشرح رئيس مجلس الوزراء الجهود المصرية الحثيثة لمحاولة إيجاد حل سريع للأزمة، مستعرضا جهود مصر في استقبال عشرات الآلاف من الأشقاء السودانيين الوافدين عبر الحدود.